السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم جبت لكم حلوه بزاف هايله، حلوه منقوشه وتجيب الحشوه بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هنا في المقادير واش عندي؟ عندي 125 غرام تاع الزبده، هذه 250 حنا ندو نص صغار. عندي زوج مغارف كبار تاع السكر ناعم، عندي نص كاس تاع المايزينا، عندي صفار بيضه، وعلى راس المغرف خميره الحلويات ولافاني. يعني مقادير جد بسيطه، نخرجوا حلوه بزاف هايله. هادو هما المقادير. دوك هاديك نروح نوري لكم الحشوه واش فيها المقادير، ومن بعد نروحوا لطريقه التحضير. هنا بالنسبه للحشو واش عندي؟ عندي كاس تاع كاوكاو، خيروا كاوكاو اللي حبيتوه بالقشور بالقشور. هنا كما قلت لكم عندي كاس تاع كاوكاو ناقص اندوا باش تجيكم لي ميزوغ سوا سوا. كاس كاوكاو انا خلطت لي بالقشور وبلا قشور، يعني مرحيها وليك. زدت عليه مغرف معمره مليح تاع الجلجلان يكون محمص، حمصته وخليته برد هكذايا. هنا الجلجلان تقدروا تعوضوه بمغرف كبيره تاع حلوه الترك، يعني لكم الاختيار. هنا لافارس ديالنا باش رانا رايحين نضموها، نضموها بالكونفيتور. هنايا نطموها بالمعجون هايليك. انا دوك نعجنها معاكم ونخلوها تريح وبعد نروحوا للعجينه. هنا نطمو غير بالعقل ونشوفوا البنات. بسم الله. حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. حبيت نفوت في هادي نحيدها من الطريق ومن بعد نروحو نعجنو لاباط ديالنا. يعني هاد الحلوه بزاف سهله، ان شاء الله تجربوها للاعياد للعيد الفطر المبارك، وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام. هايلك حشوه سهله جدا، يعني بمقادير على بالي دوكاتك راكم شارين كامل كاوكاو والجلجلان. حبيت نفيدكم بهاد الوصفه اللي ان شاء الله تعجبكم. المهم البنات دوكاتي كنا نطمها بعد نرجع ليكم. هنا البنات درت 125 غرام تاع المارغارين، نزيدوا عليها القريصه تاع الملح هكذا. على بالي دوك تشوفوا البيتخان تاعي هكا فيه هنايا تبانني خدمه فيه، يعني انا في الاعياد ما نغسلوش نخدم فيه شحال من نوع علاجي. هنا نزيدوا لافاني حوالي ملعقه شوي نص، هذوك هذه صغيره بزاف، هذيك الكبيره عليها شويه. نزيدو هذاك السكر زوج مغارف ونديروهم يتخلطوا، ولا خدموهم بيدكم ولا بالفوي حتى يولي لنا، حتى تولينا لهذا الخليط على شكل قمحان. هنا بعد اللي تخدموا لنا مليح هذاك الزبده والسكر، نزيدو عفوا صفر تاع هذيك حبات على البيض، ونزيدو نخلطوهم تري تري بيان، ومن بعد نزيدو المايزينا وباقي المكونات. هنا البنات راني بدلت هذيك الفوي ودرت هاد لوكا. هنا كي تخلي هذاك الصفار البيض نزيدو نص كاس تاع المايزينا ونزيدو نخلوه يدخل شويه مع لاباط هذيا. هنايا نبداو نزيدو الفارينة. هنا الخميره البنات درت غير على راس المغرف كيما راكم تشوفوا هكذا برك، باش لا فورم تاع الحلوه تاعنا ما تخسرناش، ولكن نقشوها ما تفسدناش. نبداو نطمو لاباط تاعنا، كي نطمها ان شاء الله نرجع ليكم. هنا البنات هاي ليك لاباط ديالنا تجي ليس، تجي بزاف شابه هاي ليك. طموها ما تيبسوهاش بزاف بزاف باش ما توليش تتشقق لكم. هاي ليك طريه بصح ما تلصقش في اليد. هنا تجي كميه قليله، ما حبيتش نكثر منها باسكو تشد اليد تتنقشو كامل. هنا دوك نوزنهم 25 غرام تقريبا، دوك نشوف شحال نوزنهم. وهادو ماليبول ولا لافارس راني وزنتهم كامل 10 غرامات هاملك. هادو ماني وزنتهم 10 غرامات هكذا باش نديرو لافارس ديالنا وغطوهم، غطوهم باش ما يبسولكمش. هنا دوك نبدا نوزن ان شاء الله.
سبحان الله جات 25 غرام. دوك انا نوزنهم كامل 25 غرام للحبيبه ونغطو دائما نستعينو بالكيس البلاستيكي كيما راكم تشوفوا هكذا. نزيد حبيبه واحده اخرى معاكم. ناس زمان قال لك عينك هي ميزانك وصح عندهم الحق ما غلطوش. هذه تاني توزنتها جات سواسوا 25 غرام. شوفوا البنات انا دوكاتي كنكملهم ونوجد النقاش وشويه فارينه باش نقشوهم ونرجع لكم نوري لكم الطريقه كيفاش نديروا لهم. لهنا راني وزنتهم كامل هالعجينه 25 غرام ولا فخس ديالنا 10 غرامات. هنايا قطعت لي 19 حبه وحبيبه صغيره. الا وزنتوهم كتر راح تنقص الكونتيتي ولو وزنتوهم قل راح تجيكم كتر. مي هذا هو الحبيبه تجيكم متوسطه الحجم تجيكم 19 حبه. هنا واش نسحقوا للتزيين؟ نسحقوا النقاش اللي نقشوا به العجينه ديالنا وشويه فرينه ولا هنا التزيين بالسوغيس كونفي هذايا. دوك نبداو على بركه الله نبداو حبيبه نخدموها كيف كيف. هنا نوصي ونعاود على العجينه بالكو تنشف لكم برك باسكو اذا نشفت ما تقدر تجيكم واعره في النقش ديالها. هنايا نفتحوا لاباط ديالنا العجينه بزاف هايله. شوفوا هنايا نديروك شغل حفره هكذا في الوسط هكذا باش نديروا هذيك لابول ديالنا هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا ونطبوا لاباط ديالنا. لاباط الا شفتوها تتشقق لكم خدموها بيدكم الحراره تاع اليدين راح ترجع لكم لاباط ديالكم تولي شابه هايلك. لهنا البنات راني سبقتكم ونقشت حبيبه تاع الحلوه ديالنا هايلك هايلك. شوفوا شحال جات ما شاء الله. دوك نزيد نوجد واحد اخرى نوريكم كيفاش تنقشوها عفوا هايلك. بالنسبه للي ما تعرفش تنقش البنات سيو دائما تكون عندكم لاباط تقعد لكم شويه واسو بها. هنا تقدروا ديروا في هذاك البيض اللي خليناه من قبل نسيت ما حطيتوش الا خفتوا طير لكم تقدروا ديروا لها غير شويه بياض البيض هكا وديروها هنايا هكذا هايلك الحلوه ديالنا ان شاء الله تعجبكم. شوفوا دوك نزيد نوجد حبيبه واحده اخرى ونوري لكم كيفاش ننقشوها. هنا البنات كل ما تجبدوا حبه جديده ديروا هذه الطريقه باش لاباط ديالكم تطرى وتجيكم سهله في الخدمه. هنا البنات نبداو ننقشوا بسم الله. نديروا اول حاجه النقاش لازم يكون هذاك السامبل ما ندوش هذاك اللي يكون مبرج ونغطسوه في الفارينه ونبداو غير بالعقل. شوف نبداو ننقشوا من تحت بسم الله راهي طارت هذه ماشي موالفه مداري. نصبروا نعاودها لكم صبروا البنات نعاودها دقيقه. شوفوا كي ندير التليفون نبدا نصور لكم نحس روحي شويه ما نحس روحي آلس كي نكون نخدم في حاجه تاع هكا تاع فينيسيون ولا هكذا كيما راكم تشوفوا. بسم الله هكذا وسيو ما تلحقوش لا فارس تاعكم. وندورو نشدو منا وندورو هذاك اللي نقشناه كامل ما نتوشيوهش. هكذا البنات راني كملت كامل الكميه. مي كاينه حاجه ما قلت لكمش عليها انا هنا درت زوج حبات درت لهم لي سوريز ومن بعد تفكرت باللي الكاطو ديالي ندير له سكر كلاصي كي طيب صافي عاود حبست مش راح ندير لهم حتى كي يطيبون ندردر عليهم سكر ناعم
ومن بعد ندير لهم هاد لي سوريز. نتوما الا ما حبيتوش تدردروا عليهم سكر كلاصي ديروا لهم في هاد المرحله لي سوريز تاعكم. دوكاتي كان نديرهم يطيبوا على نار 150 درجه. هاد الحلوه ما تحبش تحمر تبقى بيضه، مي من تحت تحمر نقصوا لها النار باش طيب لداخل. المهم البنات انا دوكاتي كنطيبهم، وكي طيبوا يخرجوا من الفرن نوري لكم طريقه التزيين تاعهم الاخيره. المهم ومن بعد نرجع لكم. هاي لك البنات الحلوه ديالنا بعد اللي طابت، كما قلت لكم الحلوه ديالنا الشكل تاعها بعد اللي طابت جات ما شاء الله. هادو ما اللي درت لهم لي سوغيز كي كانوا خضوره، وهادو درتهم غير من الفوق، مي حتى الشكل تاعهم كي درت لهم سكر غلاس هكذا جاوا شابين. اذا البنات هذه هي الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم هذا النوع تاع الحلويات. يعني انا مانيش ندير لكم في لي كيسات وكامل، راني نبازي لكم على الوصفه. انا ما نحبش بزاف لي كيسات غير نديرهم غير هكذاك. المهم هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نفتح معكم حبيبه باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش جا من الداخل. دوك نفتح حبيبه ونوري لكم القوام كيفاش جا. هاي لك البنات الشكل الحلوه ديالنا من الداخل كيفاش يجي. شوفوا شحال يجي شباب الحشو هذاك. هاوليك هنا نزيد نوريكم كيفاش تجي القوام ديالها، تجي طريه شوفوا تجي ما شاء الله. هاي لك ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسونيش حبيباتي بالجيم. نقول لكم تهلاو في روحكم والى اللقاء.